لكم مشاهدينا الكرام، ودائما في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة اللي هي مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلق السماوات والأرض يا رب العالمين. دائما راكم تشوفوا ضيوف يتوافدون ويتجدوا عبر هذا البرنامج. مين نبداو؟ نبداو من الوزن الثقيل ولا من المتوسط؟ الله يبارك ما شاء الله. الفنان اللي تعودتوا عليه ودائما حاضر معنا في قناة البلاد، محبوب الجزائريين، باراكودا فتحي، صحة مولودك. الله يسلمك، مولودكم بالصحة. بهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزير لقناة البلاد على هذه الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله بربي نجوزو دي بوم مو معكم إن شاء الله بربي. أنا طمينة مولاتي، لا إله إلا الله، كتلتني مولاتي ما شاء الله. جاتني واحد الريح هكذا عشان راني قريب نطير. تفضل أمين. خاطش هذا دوكا نخليوه هكذاك بالك كش ما يدير ناديكا. بسم الله بسم الله. قولوا لنا رايكم في الطبيعه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، قولوا بسم الله كاع. حلف امك، حلف الله اكبر. الحمد لله الحمد لله. واش رايك؟ سلامات يا اخي، ما تكسرش علينا الدنيا. تكمل ميسيون بعد نهضر معك طمينه. الله يبارك دائما الروح المرحه اللي يديرها الاطفال راهم يضحكوا، يعني الفنان اللي يقدر يضحك الطفوله احنا نقولوا فنان مبدع. بيان سور، انا الاطفال هذو كاع يطلعوا، احنا نكبروا من بعد، كيما احنا كان ماما مسعوده وكانوا لي زونسيان تاعنا كنا متاثرين بهم، دوكا هذو متاثرين بينا، هذه هي ولا رولاف. باراكودا احنا نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلاة كاملة. الله يسلمك. صلاة بستان من الزهور الله يبارك. بيان باراكودا لو كان نعطوا له الفرصة ياكل كل الجو. خلينا شويه هو باراكودا. هيا خلاص، هيا فازي فازي فازي. نرحبوا بحسن كراكاش الفنان الفكاهي المعروف اللي كنا نعرفوه ومتعودين عليك بروح الفكاهه. مرحبا بك وصحه مولودك. طبعا هنا في يوم كبير، يوم مولد النبوي الشريف اللي اختار له ربي يوم عظيم اللي هو يوم الاثنين، لانه يوم الاثنين ربي خلق كل يوم خلق فيه حاجه، ويوم الاثنين خلق فيه الاشجار، والاشجار تعرفوا قيمتها، فيها فروع، فيها الفاكهه، وفيها حتى اشياء كبيره عظيمه جدا. اليوم رانا بهذا المكان التاريخي الموجودين فيه، اللي اختارت البلاد ان يكون ليوم كبير على كل جزائر المسلمه. كذلك وجود الأطفال هو رسالة لكل طفل موجود في البيت، لكل عائلة موجودة في البيت، أن هذا الدين هو دين يمشي عبر كل زمان ومكان، قابل اليوم لكل زمان. تحية كبيرة لكم، لكل قناة البلاد، لكل عمال قناة البلاد. شكرا حسن، كلمة جميلة يعني من سبقوا لك حسن، لأنه ما تقولوش أن الفنان الجزائري ما هوش مثقف ولا ثقافته مش عالية، بدليل أنه فنانينا لما يضحكوا عادي، لكن لما يتكلموا فهم خطباء. ولا واش قال باراكودا؟ ردها عليه. انا بيان سير ردها علي، يعني ما حليموش اللي راه حشم مع الحرب اللي لا بدات. تفضل سليم، حليموش بالخير قبل ما نولي لك فتحي باراكودا. يعطيكم الصحه قناه البلاد، ميرسي بور لانفيتاسيون. انت وليت قناه البلاد. وعلاش نحشم؟ راني في دارنا، قناه البلاد دارنا كما نقولوا. راني مع خاوتي دي كوميديان كوم باراكودا، خويا امي بومدين، والاخت جميله، وخونا بلال في الاخراج جمعه، والياسين الشام اللي راهو جاي في الطريق ان شاء الله. فوالا، يعطيكم الصحه بوغ لانفيتاسيون. ونقول للمشاهدين الحين يتبعونا عبر قناه البلاد ان شاء الله، صحة مولودكم، وفوالا ان شاء الله الجزائر دائما تكون هانية ان شاء الله، ودائما المفاجآت مع سليم حليموش. وحسن واش جميلة. في البداية كنت نشوف الحصة وأنا كنت داخل عندها، شفت عبر كل الضيوف اللي كانوا موجودين فعلا من كل ولايات الجزائر، شيء دليل على أنه هذه القناة تبحث على كل نقطة في البلاد. إن شاء الله اسمها البلاد، إنها بلاد الجزائر، وهذه الأرض الطيبة، هذه القارة اللي فيها كل التقاليد المعروفة. اليوم شفنا حقيقة كل يعني تقليد هذا، اللي تبين ان الجزائري من حومة لحومة تبدل تقليد، يعني صح. فعلا هذا اللوحة الفنية تنوع ثقافي. اونيريش هذه البلاد غنية بتاريخها، بثقافتها، بتربيتها، بكل شيء، بكل نقطة من هذه البلاد. والله كي نشوف الوجوه هكذا النيرة الموجودة اليوم هنا، وخويا والفنانين وكل شيء، يخلينا اننا نبدعوا اكثر ونمدوا اكثر لهذا اللي يتلقى هذا المشاهد الكريم، لنحترموه ويحترمنا، لانه عندما يحترم الفنان الجزائري نفسه اكيد العائله الجزائريه سيحترم، يحترم صح. وعبر هذا القناه اللي هي قناه البلاد، احنا نحترموا كل فنان محترم مرحب به في هذه القناه. اكيد باراكودا خلاص اسمعني خويا امير. نكمل الهضره تاع حسن كان يهضر فيها. لازم الفنان لازم يكون عنده ان باجاج
صح ماشي زعما شغل باجاج في الوزن ولا في لا 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 باجاج ثقافه عامه معايا ماشي لازم شغل هذو غير ديروا نلعبوهم برك فما كيفاش يجيبوك ان بلاطو ولا ما تعرفش تهضر سي كراف على بالك صح. انا نقيس روحي من البونتا قسنطينه باش تموت على الاكيد اه لا دوكا كلمه الامين هتلر احكي مليح اوا امين هتلر ربي معاك راك مقصي تفضل نشكركم على هذه الدعوه صغرت 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 وما سيبوني قليتو سي بون نشكركم على الدعوه ونشكر تلفزيون البلاد على هذا الحفل اللي داروه يوم مناسبه المولود واش راح نقول لكم انا جيت اليوم نحكي شويه على المولود هذا نحكي لكم على بوشيخه على التقاليد تاعنا احنا في البليده كيفاش نديروا احنا سيرتو البليده نهضروا على البليده كما كان يقول خويا حسن احنا الجزائر غنيه بالتراث تاعها كل منطقه احنا نحكيوا على البليده بوشيخه انا واش قاعد تشد كي نروحوا نديروا بوشيخه كي يعطونا هذوك الناس نقول لهم دار الخير يصبح بخير وكيما يعطوناش كنا نقول لهم دار الشر يبدل الشر الور المولود الله يدخلوا علينا ان شاء الله بالهنا احنا معروفين بالكسكس نديروا الكسكس كانت مقبله الاخت كانت تحكي كنا نسمعوا فيها انا وحسن قال لي ربما واش تقول؟ واش قلت لي تريده ماشي تريده لا ماشي تريده تريده القسنطينيه المنطقه الشرقيه الجزائريه احنا سي الكسكس باللحم طعام الطعام اللي هو الطعام احنا نسموه في العاصمه كان يقولوا الطعام كيقول لك الشكسيك نديروا طمينه نديروا البغرير نديروا خفاف ايه وما نديروش المفرقعات هذوك اللي راهم يعميوا الناس الله يبعد البلا علينا انا سورتو نداء من فنان من هذا من هذا المنبر هنا ندير نداء بالكم بالكم هذوك للاولاد البنات اخوكم هذوك المحرقات ولا العبيد تكفينا ما شاء الله قنبله كما بارك الله ايوا والله العظيم نعطيكم هذوك سير وغسيني نعطيكم كاع هذوك صوالح نشوف الشمعه وقعدي معاها حتى تفور روحي تقضي بارك الله راك تشوف شحال من مغرف حطوها لك في الطابله وخافوا منك برومو ماشي هذه مغرف تاع العشاء جميل انا عجبني خويا العزيز انه في كل منطقه انا كنسبق لاني رمضان جوزته في منطقه بني عباس وتميم اللي عندهم الاسبوع يسموه اسبوع في منطقه تيميمون ومنطقه المنطقه الجنوبيه الغربيه في الجزائر تحيه كبيره للناس في الصحراء اللي يقوموا بعمليه كون تحضروا هذاك الحضور الرائع من كل ولايات ان شاء الله خارج الوطن يجوا بزاف كما تختلف حتى في منطقه شرشان يحيوا منطقه شرشان كذلك يخرجوا في وسط البحر ويخرجوا المناره ويديروا اشياء جميله باش تعرفي هنا الجزائري انه يعني المولد النبوي الشريف احنا في عاده اليوم تغير شويه صح. المفاهيم تغيرت بزاف حاجات اليوم نشوفوا انه الجزائري اصبح يشوف المولد النبوي اسبوع يوجد لاولاده المحارق يشري هذه اسم تجملين تاع محارق يقدر يشيلهم كتاب سيره النبي عليه الصلاه والسلام يقدر يقعد معهم ليله النبوي الشريف يعلمهم كيفاش هذا النبي صلى الله عليه وسلم واش تعب هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصل الرساله المحمديه للامه صح. الاسلاميه صح. هذا دليل على اننا لازم هذا واحد الدليل الكبير انه الائمه في المساجد ولا حاجه لازم على الاقل مدوا واحد الرساله قول لهم باللي هذا رمضان هذا المولد ماهوش محارق ماهوش شمع ما هو والو ولكن احنا ما نقدرش في ليله واحده نحن نحكوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم راهي سيره النبي ولكن في هذاك اليوم نعرفوا هذا الطفل لو حاضر معنا نغرسوا فيه حب النبي عليه الصلاه والسلام في حضره النبي وهذا دليل على انه الجزائر اليوم في كل مناسبه رانا نشوفوا باللي رانا نزيدوا نضيفوا حاجه للجزائري من ناحيه التعليم كلامك خويا حسن هذه الظاهره تاع المحارق وكذا نقصت باغابوغ لي زاني اللي فاتوا كي نعاودوا نولوا زعما دو سيتون اون اريير ولا ديزون اون اريير هذا العام والعام اللي فات نقصت شويه بينا سليم تختفي ماشي وي فوالا نو جو دير تما كاين كيما نقولوا وعي فوالا كاين وعي من طرف الشباب سيتو هي بوكو بلوس هما لي جون هما اللي شغل احنا كي كنا انت تاني انت واش كنت لا لا انا ما يعني كمل لعبنا جميله ما اختي جميله راح شرا محارق قال لي راح نشريهم الاولاد نبعثهم للقمر ستكشف الاسرار لا تغيرت تغيرت المحارق تبدلوا دوكا سوفيستيكي اكثر حرب الشوارع رجعنا الحي للحي كانوا باقيين حرب عصابات لا شكون الحي اللي فيه اكثر الام الجزائريه هي المسكينه اسمح لي الام الجزائريه المسكينه اللي تدي وليدها ليزيرجونس روحوا شوفوا ليزيرجونس يوم الاثناء يوم في كل ليله مولد روحوا شوفوا ليزيرجونس الاستعجالات في ذاك النهار والله صدقوني ما يحس بالجمره غير اللي كواتو كان يفقد عينه كان يفقد يده كان يفقد حتى حياته
اليوم على الجزائر ولا على الدولة الجزائرية تضرب بحديد من عصب يعني الحديد. جميل يعني حسان قبل ما نولي ليك سليم يعني وقبل ما نكملوا الدردشه تاعنا حسان يعني اثرت نقطه مليحه اللي احنا حضرنا لها حاجه المرضى انه هناك ناس في المستشفيات الاصابات نعم اصابات وناس اطفال مثلا جوز رمضان جوز المولد الطفل المحروم من هذا اليوم ماشي سهل انه الطفل يكون في هذا اليوم محروم من 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 الشمعه محروم من الامبيونس هذه من الشيء الجميل هذا اللي عايشونه الاطفال احنا رحنا زرنا الاطفال في مستشفى رويبه وقدموا لهم يعني ناس الخير بعض الهدايا نشوفوا مشاهدينا الكرام ونعاودوا نولوا لهذا الدردشه الجميله انت تحب عمي مراد تحبه انا جبت لك عمي مراد باش يشوفك ويسلم عليك حقنا لهم الامنيه تاعهم وان شاء الله ربي يتقبل منا هذه ان شاء الله بزاف انا ثاني كنت نحبك شكرا ويروح للمدرسه ويروح يلعب الكره هكا انا معايا انايا بس هذا صديقي كان معايا سنه ما حبش نحبك بزاف بزاف ان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله نتمنوا لك الشفاء العاجل وحنا جينا لهنا بمناسبه المولود واش تقدر تقول الاطفال لهنا اللي راهم يعقبوا المولود لهنا ربي يشفيهم كل عام يعقبوا بخير ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين واش تنصح الاطفال اللي يلعبوا بالمحارق في المولود كذا واش تقول لهم ما يلعبوش بالمحارق علاش باسكو دونجي نقول لهم بشفاء عليهم وان شاء الله ينجحوا في حياتهم ويفرحوا في حياتهم ويبراو من هذا المرض يعني يعالجوهم ويبراو ويلتحقوا باخوانهم اللي بحاله بصحه جيده ويفرحوا ان شاء الله اللي نتمناو الشفاء العاجل بالنسبه للاطفال اطفالنا اللي راهم موجودين هنا الشيء الايجابي هو شفنا انه يعني بريزون شارج الله يبارك هنا بالنسبه للوبيتال وهما يعني بشهادتهم بشهاده يعني الامهات والاباء بهذه المناسبة نتمنوا لهم يعني فرحة كبيرة مولد نبوي شريف نتمنوا كذلك لكل الأمة الإسلامية والجزائرية نقول أنه تعودنا أن نحتفل بمولودنا نحتفل به في المنزل ونحتفل به كذلك هنا في المستشفى يعني هنا تقارب هذا يخلينا فيه تقارب تآخي تآزر بيننا وبين العائلات فنقول أننا رانا نحتفل بهذا المولد بالمولد النبوي الشريف في ظروف يعني ولو يعني نتأسف ونتألم من حين لآخر لماذا لأنه فيه مرض فيه يعني أطفال عند هذا المرض ولكن مهما يكون احنا رانا نوجد انفسنا وهما يوجدوا انفسهم في وسط عائله اللي نحتفل تخلينا نحتفل بالمولد النبوي الشريف رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وشفنا بانه درنا فكره جميله انه المهرج اللي قريب من قلب الأطفال هو اللي راح يسلم الهدايا لأنه المهرج ماهوش هذاك الإنسان الفكاهي اللي فقط يهرج ويضحك لكن عنده في عمقه قلب حنين ورسالة إنسانية تحية للزميل أحمد والله فريمون ما شاء الله مازال كاين الناس تخمم مازال تخمم في هذه راه عادها 4 فاصل هذه نعطيك معلومه باللي المهرج هو اصعب فن صح وي مش سهل انك تضحك نو صافي بليزير اللي فات كيما نقولوا خموا في هاد المرضى هادو ومازال الناس تسعى للخير كيما نقولوا الحمد لله مازال كاين الخير في هاد البلاد كذلك اليوم وغدا يعني
في هذه الليلة المباركة. هناك شباب راهم يقوموا بالختان للأطفال. صح. نحييهم جمعيات كما مبارك عليهم. ما نقدرش نعطي أسماء للجمعيات موجودة في كل. صح. حتى أنهم يجمعوا شوية مال منا باش يختنوا 15 20 طفل هكذا. داوي كما الناس ما ننساوش هذيك الناس اللي راهي كما قلتي في ماشي غير المستشفيات حتى الديور العجزة. صح. طبعا نتمنى أن تزول هذه الديور العجزة. لا أحب هذه كلمة ديور العجزة لأنه كلهم أمهاتنا. نحس هذه أمي يعني هذه يعني أختي. أختي إحنا كفنانين كفنانين نهضروا قليل ونفهموا من الآخر. شوفي يعيطونا السبيطارات نروحوا يعيطونا الجمعيات هذوك أرواحوا نقلعوا أبار كاينة حاجة كانوا يكونوا عندها ظروف دار عائلية ولا اللي ما نقدروش الغالب مي حاجة تأخير نهضر باسمي باسم الفنانين يقلعوا ما عندهمش بروبلم. نقول تحيه لكل فنان جزائري اصيل. فنانين جزائريين كاع تحيه باراكودا فتحي وتحيه امين تفضل لي انه البرنامج باراكودا البلاطو اللي يكون فيه لازم يكون قدامه راني مهني خليه يهضر. تفضل امين انت خما في جروب ليزيدي رانا معك. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. سليم حليموش النهايه كلمه الختام ستكون لك. كلمه الختام نعم حبيت نعرف باك باراكودا ختام لكن مش نهائي راح يشوفوك المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله بخوش ما شاء الله. دونك فوالا لحقنا نهايه الحصه. قلت لك كريم ابدا حسن تقبل. انا ما نقدر نقول ولا انا حاجه وحده اللي نقولها لقناه بلاد ان شاء الله ازدهار وتقدم في كل البرامج تاعها التلفزيونيه اللي راهي تقدم اشياء جميله خاصه انها تحمل رساله في اللي واهداف من خلال برامج اللي نشوفوها. ونتمنى لكم النجاح الدائم ليك انت تالقا في التنشيط وفي كل المجالات. وكذلك الجمهور الجزائري تحياتي كل جزائري اللي يشاهد فينا نقول له كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانا نقول لكم تحيه لكل جزائري تحيه لزوجي اللي راهو حاضر معايا زوجي وتاج راسي كما يقولوا. نقول مولد نبوي شريف الامه العامه الامه العربيه بصفه عامه والشعب الجزائري بصفه خاصه. والله يرحم الشهداء والله يحفظ بلادنا وتجر في التالق. ونتمنى قناه البلاد تجر في التالق ان شاء الله بربي. شكرا لك. انا يا نقول للمشاهدين لي فان تاعنا وجماعتنا اللي ما في يشوفونا في قناه البلاد انتظرونا ان شاء الله. كاين دوزيام سيزون تاع دار العجب وعندنا اعمال مع قناه البلاد ان شاء الله. نشوفكم على خير ومولودكم بالصحة والهنا إن شاء الله. إن شاء الله سليم حليم المشاهدين تاعنا فوالا كاين جديد إن شاء الله بخوشها المولى سهل رب العالمين توجور توفيق من الله عز وجل. إن شاء الله راح نطلع لكم عبر قناة البلاد إن شاء الله. إن شاء الله خلي طابق مستور وخلي المفاجأة مخبية. إن شاء الله إن شاء الله طابقنا فضة وذهب ونعيدكم إن شاء الله بالكثير. تحية لكل الجزائريين إن شاء الله صحة مولودكم. ونقول آخر كلمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا جميعا على سيدنا محمد يكون ختامها مسك وعنبر. مشاهدينا الكرام نتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة طيبة الباقي برامج قناة البلاد. نوعدكم إن شاء الله في مناسبات جميلة أخرى والسلام عليكم.